خير يا كابتن سيد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. محتاج في البدايه اطمنك واطمن جمهور النادي الاهلي على حاله وليد سليمان. الجهاز الفني فكر ان وليد سليمان يخرج من المعسكر اليوم لاجراء الاشعه، خاصه ان يومي الجمعه والسبت اجازه رسميه، فبالتالي هناك صعوبه لاجراء اشعه رنين مغناطيسي وبالتالي فرصه لكسب مزيد من الوقت. وليد سليمان اجرى اشعه، والكابتن محمد يوسف اكد لنا في تصريحات خاصه لقناه الاهلي ان وليد الاشعه اثبتت اصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وبالتالي الحمد لله الجهاز اطمأن على حالة وليد سليمان. وكل ما أشيع عن إصابة كبيرة أو غياب مدة طويلة لوليد سليمان كل هذه الأقاويل غير صحيحة بالمرة، وأن الإشاعة أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وسيتم التعامل مع هذه الإصابة بدءا من الغد في التدريب الصباحي عقب مباراة اليوم. بشكل عام الأجواء هنا داخل استاد السلام يعني أجواء هادئة تماما، ما فيش أي فرد من أي جمهور. ال 15 فرد اللي تم تحديدهم من قبل اتحاد الكرة بالفعل متواجدون داخل استاد السلام. بعد قليل منتظر حضور اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بعد الاجتماع الذي جرى صباح اليوم في مقر النادي الاهلي بالجزيره. تلك هي الاجواء وهذه الصوره الان داخل ملعب استاد السلام قبل ان شاء الله حوالي 40 دقيقه من بدايه هذه المباراه الاهلي والاسماعيلي بقياده تحكيميه للحكم الدولي جهاد جريشه. اليك الكلمه كابتن سيد.